للحديث أكثر عن تداعيات الناشطة الألمانية هيلا ميفيس وحديث الحكومة عن تحريرها ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي الناطق العسكري. الآن دكتور قحطان، الناطق العسكري باسم الكاظمي وهو يحيى رسول أعلن اليوم أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي خطفت في بغداد قبل عدة أيام. هل فعلا كان تحريرا أم صفقة مع الخاطفين على حد ما تعلم؟ في حساباتنا كمتابعين للأحداث السابقة المماثلة لهذه الحالة تقول المؤشرات إلى أنها ليست عملية تحرير بقدر ما هي عملية تنسيقية مع الجهات المعنية، وإلا دائما عملية التحرير يصاحبها عملية اقتحام وعملية قد يكون مواجهة مع الخاطفين، ومن حق الدائرة المعنية في عملية إنقاذ هذه المخطوفة أن تعرض نتائج العملية مصورة لكي تدلل على أنها فعلا قامت بهذا الفعل وأنها ذات إمكانية لأن تمنع حالات مماثلة، ولكن الواقع الحال يقول أنها صفقة بالتأكيد، ولكن الصفقة على ما يبدو أن الحكومة لا زالت لا تفهم مغازي هذه الصفقة، وإذا كان هناك مجال لنتحدث بها فنحن جاهزون. نعم سيد قحطان، يعني إعلان الحكومة كما تعلم تحرير المواطنة الألمانية لم يتضمن أي إشارة إلى هوية الخاطفين، باعتقادكم هل هو عدم معرفة بهوية الجهة الخاطفة فعلا أم عدم جرأة على كشف الهوية؟ هو اتفاق إلى حد كبير كالذي حصل مع القطريين في وقت مضى من الصفقة مالية أعطيت لجهات معينة وانتهى الموضوع. هذه الحالة كما قلنا قبل لحظات هي عملية رسالة موجهة من أطراف بعينها لكي تعطي رسالة أن القوى غير الحكومية متمكنة في عملية خطف وعملية إطلاق السراح، وهي أيضا رسالة تعطي بدالة كبيرة أن الحكومة غير قادرة على أن تقف على الأطراف المنفذة، وبالتالي الرسالة التي أرادها الخاطف أتوقعها قد وصلت إلى القاصي والداني بأن الجهات الثالثة أو المجهولة التي خطفت الضيفة أو الألمانية هيلا هي عبارة عن جهة متنفذة متمكنة لا تقدر الدولة أن تسائلها أو أن تكشف أوراقها. نعم كما تعلم فإن مجلس القضاء الأعلى أعلن أنه فتح تحقيقا بحادثة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، ما المتوقع من نتائج عملية لهذا التحقيق؟ سينتهي الأمر عند التسويف وتظهر حالة أخرى يلهى فيها الشعب ويتناسى هذه الحالة كما هي حالة المرحوم هاشم هشام الهاشمي وغيره، وكما هي حال آلاف المغيبين وآلاف الشهداء ضحايا سقطوا دون تحقيق ودون وصول إلى نتيجة. هذه هي الآلية المعتمدة منذ 2003، تحال القضية إلى اللجنة واللجنة تسوف وينتهي الموضوع، فما بالك بجهة مسيطرة متنفذة لها قدرة أقوى من الدولة. إذن هي عملية تسويق وتسويف ليس أكثر. نعم طيب إذا كانت القوات الحكومية وأجهزتها الاستخبارية قادرة على تحرير الرهائن والمخطوفين بهذه السرعة كما جرى مع ميفيس طبعا وكما تعلم، إذن لماذا هناك الآلاف من المخطوفين في الصقلاوية والرزازة وغيرها من المدن السنية منذ أعوام ودون معرفة مصيرهم أو الوصول إليهم؟ أنا أؤيد ما جاء كلامك الآن وحتى بالتقرير الذي قرأته، ولكن التحفظ على لفظة السنية لأن العملية السياسية بآلياتها بشخوصها باختلافهم هدفهم المواطن العراقي إنما كان له فاعلية يتم استهدافه. عندما يكون آلاف العراقيين، إذن آلاف العراقيين المغيبين، نعم. تفضل بالإجابة. نعم آلاف المغيبين العراقيين سواء البصرة أو الأرمادي أو الموصل، أولئك الذين لهم موقف وطني حقيقي يتم تغييبهم أما من قبل أجهزة رسمية للدولة أو من قبل ميليشيات متنفذة، الغاية منها هي إسكات الحس الوطني بغض النظر عن هوية ذلك الحس، وهذه هي الحالة الموجودة مع جل المتظاهرين والمخطوفين. لكن هيلا أمرها يختلف حقيقة الأمر لأنها باعتبارها خارجة أجنبية، والرسالة التي يراد لها هي ليس قدر القتل بقدر ما هي عملية إيصال رسالة بأن الذي يأتي من الخارج عليه أن يحذر بأن المنطقة ليست بيد الحكومة
التي تدعوهم أو الجهات الرسمية، بل هي بأيادي أخرى، لذلك هي رسالة أكثر ما هي فعل. لذلك يتوقع أن المخطوفين المغيبين في مناطق العراق كافة لن يجد لهم سبيلا نهائيا، لأن الحكومة غير جادة، وأن الحكومة جزء من هذا الفوضى العارمة في العراق منذ 2003 لحد الآن. في سؤالي الأخير إليك، أن يقتل 1000 من المتظاهرين قنصا أو بطرق قتل أخرى طبعا، وتقصف المنطقة الخضراء يوميا وبقية المصالح الأجنبية، وتجري عمليات الخطف للأجانب والعراقيين، دكتور قحطان، تجري هذه العمليات في وضح النهار وفي وسط العاصمة بغداد. السؤال، أين إذن الأمن وأين جيوش الأمن المليونية؟ هذا التأكيد على أن الذي يقوم بهذه العملية يمتلك قدرة عالية من التحرك وأمان ومحمي بشكل رسمي، ولعل حتى عملية اغتيال الأمر للواء 59 في الطارمية كانت هناك حركات واضحة وإشارات تدلل على أن الذي يقوم بالعملية ليس جهة خارجة بعيدة بل جهة متنفذة، أما هي متحكمة بالجهاز الأمني أو أنها مخترقة له، والحالتين هي دل على أن هذه الجهات تمتلك فاعلية كبرى والجهات الرسمية عاجزة حتى عن حماية نفسها، كما عرفنا أو سمعنا قبل حوالي أكثر من شهر عندما تم خطف أحد مدراء الأمن الكبار في مركز بغداد وهو مدير أحد الدوائر الأمنية الحساسة. إذن الخاطف يملك قدرة ويملك أمان ويملك حماية ذاتية وحماية حتى الدولة. من بغداد كنت معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.